سيناريوهات المرحلة القادمة، الأيام القادمة الحقيقة مش مرحلة، احنا بنتكلم في أسبوع، يعني لو قعدنا مع بعض الأسبوع الجاي يكون عندنا وضع مختلف تماما عما نحن فيه الآن. هذه السيناريوهات يعني بكل أشكالها هنحاول إن احنا نناقشها ونحللها مع الأستاذ الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بيك. أهلا بيك. أولا أنت اسم حضرتك مطروح في اللجنة التأسيسية اللي هتعلن يعني خلال دقائق، انتهت الانتخابات على ما اعتقد والفرز، مين اللي بيرشحك يا دكتور؟ والله اولا يا رب ما ينتخبوني، يعني انا ده ليه بس احنا عايزينك تنتخب انت يعني مش عارف، انا مش هايس بس يعني ان شاء الله خير، لو كلفت طبعا ما مش هقدر، لكن خلينا نحطها في سياق انه يبدو والله اعلم انه انا خدعت بعض الناس بان انا ممكن اكون في تخصصي اقدر اميز المادة الدستورية اللي من الغموض بحيث انها ممكن يساء فهمها فتؤدي المشاكل، يعني بحكم ربما شغلي في بيت الحكمة عملنا دستور وقارنا ب 25، يعني استفدنا من 25 دستور موجود في العالم، فقدمنا حاجة تلاقى عليها مجموعة من الأصدقاء من الليبراليين ومن الإسلاميين ودرسناها مع بعض وتناقشنا فيها بالحقيقة، بس كل فريق لوحده، فيظهر ان بقى في اعتقاد ان انا ممكن افيد، يعني ممكن عارف حضرتك مش بالضبط، لا اكيد ان شاء الله هتفيد، انت من الاسامي اللي غير مختلف عليها سواء من هذا التيار او ذاك التيار، ربنا يبارك في حضرتك، هو بس الامل انه يكون هناك بقى اذن تنصت علشان في النهايه ما نبقاش بنعمل جريمه بيتشارك فيها عدد كبير من الناس فانا يعني اللي بيرشحني اعتقد ان هو هيكون مجموعه من الناس اللي بتعتقد انه صح، انا ايديولوجيا مش منتمي لا للتيار الاسلامي ولا للتيار الليبرالي، لان البعض مثلا بيفكر ان انت ربما تكون منتمي للتيار الاسلامي لكن في خلط انك لا ده من التيار الليبرالي، انت غير محدد الهويه بصراحة. لا بص عليك، احنا في مرحله في مصر الناس كلها بتفكر بمنطق انه الراجل ده يا اهلاوي يا زملكاوي، أيوة. ينفع تشجع منتخب مصر؟ انا بسال هل ممكن نظريا تكون من الاسماعيلي مثلا او من المصري؟ والله انا في حالتي انا فعلا لا بشجع الاهلي ولا الزمالك، انا بشجع منتخب مصر وشجع الاهلي لما يكون بيلعب فريق اجنبي، ونفس الكلام في السياسه، في حاجه بيسموها ترانس ايديولوجيكال يعني عابر للايديولوجيه، بس انت عشان توصل للمجتمع يفكر بالطريقه دي لازم نمر باللي احنا فيه ده شويه وبعدين نكتشف ان الايديولوجيات في نفسها قيود وما بتحلش مشاكل، بتعمل تصنيفات وربما تفضي في يوم من الايام لا قدر الله لمشاكل، مش عايز اقول حروب اهليه يعني ان شاء الله عمرها ما توصل لكده، فاحنا نوصل لمرحله ان احنا نبتدي نفكر طب نحل المشكله ازاي بغض النظر بقى الحل ده ليبرالي ولا اسلامي ولا يساري، دي عايزه نسميها نضج، عايزه ان احنا نجرب، عايزه ان احنا نقرا، عايزه ان احنا ما ناخدش كل حاجه سماعي، هتاخد شويه وقت لكن لازم نروح لها. الان من فكره قبل ما ندخل في تفاصيل السيناريوهات، فكره المحاصصه اللي كنا بنتكلم عليها وده لفظ لبناني الحقيقه عمرنا ما استخدمناه في مصر. طبعا. المحاصصه ال 50% كذا 50% كذا، احنا بقينا مجتمع ينقسم على بعضه البعض، هذا الانقسام يقول والله انا هقول لحضرتك حاجه، هو رب ضاره نافع، يعني اخواننا اللي انسحبوا طبعا انا حزين ان هم انسحبوا، لان انا كنت احب ان اسمع وجهات نظرهم واتعلم منهم واستفيد واساعدهم في اللي هم بيقولوه، لكن كلمه فكره ان احنا قبل ما ندخل في اي اجتماع او اي نقاش او تشكيل اي جمعيه نبتدي نفكر بمنطق المحاصصه 50% 50% انتوا 45 واحنا 5 دي بتقتل فكره انه ده مجتمع واحد الاكفأ فيه يتقدم، يعني فكره انه هو الاصل في الامور ان الاكفأ يتقدم، عارف حضرتك الماده 40 من الدستور 71 يقول لك كل المواطنين لدى القانون سواء، دي اجمل ماده يمكن الماده اللي أروع انا بروزها عندي في من اروع فعلا ما موجود في الدستور 40، كل المواطنين لدى القانون سواء، لا يجوز التفرقه بينهم بحكم العقيده حكم النوع او الجنس، يعني بحكم الديانه بحكم الخلفيه الى اخره، هو ده اللي احنا بنقول عليه انه المفروض الافضل يتقدم، اللي واضح النهارده ان مش الافضل يتقدم، بقى في اهل ولاء على حساب اهل او اسف اهل ولاء وثقه على حساب اهل خبره وكفاءه، المجتمع اللي بيتحرك بالطريقه دي ده كانه عامل كده قرر انه يمشي برجل واحده لان الرجل الثانيه، ما هو ده نفس المجتمع اللي كان موجود مع قبل الثوره على فكره، ما هو ما هو الى حد يعني كبير يعني عارف استخف قومه فاطاعوه من ناحيه ضحك عليهم فعرف يقنعهم بانه انتم بتبقوا كويسين معايا والناس الثانيه دول اشرار، ومن ناحيه ثانيه جعل اهلها شيعا بقوا منقسمين، احنا بقينا منقسمين في كانتونات كده وكومباوندز مش عايزين نتلاقى مع بعض، وللاسف يستمر نفس الوضع في مرحله ما بعد الثوره، لكن خليني اقول انه ده طبيعي جدا في المجتمعات المستقطبه ايديولوجيا زي مجتمعنا، عشان ما نضحكش على نفسنا، احنا ما عندناش صحيح الحمد لله مشاكل عرقيه، ان شاء الله ما عندناش مشاكل طائفيه مرتبطه بالدين، لكن احنا عندنا مشاكل ايديولوجيه، ما بنسمعش بعض كفايه وبنحاول قدر المستطاع ان اي حد مش معايا هو قطعا ويقينا انه بيدور مع الفريق الثاني، طب ما تتخيل ان في ناس في النص يعني عميل وخائن وندخل في هذه التصنيفات، عايزين بس نطلع بره هذه المرحله، وانا اتصور ان لما مؤسسات الدوله تستقر مع الرئيس ايا ما كان هو مين ومع دستور
اي مكان شكله، طبعا مش اي مكان شكله، في حاجات محدده طبعا هنقول للناس عليها، ولازم يكونوا عارفين الدستور اللي هيشيل اللي هيغير في حكايه اربع سنين، في اربع سنين رئيس الجمهوريه ما توافقش عليه، الدستور اللي يلغي اشراف قضائي كامل على العمليه كل الانتخابات ما توافقش عليه، يطلع عامله اسلاميين، يطلع عامله ليبراليين، يطلع عامله الجن الازرق، ما توافقش عليه. ده الحد الادنى من حقوقنا، انه يكون الماده 93 او اللي كانت اللي هو ان محكمه النقض هي اللي بتفصل في صحه عضويه اعضاء المجلس البرلماني، سواء مجلس الشعب والشورى او الاثنين يعني، او سيبنا احتفظنا بواحد وضحينا بالتاني، ما تتغيرش. في مجموعة الباب الثالث في الحقوق، نتقدم مش نرجع. في مجموعه من الحاجات كده حضرتك وناس متخصصين افضل مني هيجوا في البرنامج ده وغيره هيقول لحضرتك، لو حصل مساس بال 35 40 ماده دي، ده فخ منصوب لنا وشرك لو وقعنا فيه، الثوره دي هنرجع لما هو أسوأ من عهد مبارك. يعني دكتور معتز، انت بتعدنا انك ستكون يعني حريص على هذه المبادئ، وانت ان شاء الله تبقى داخل هذه اللجنه التاسيسيه، وانها لو حدث مساس بها حتى براي الاغلبيه انك هتقف بالمرصاد لكل مساس بهذه الحقوق والحريات والمبادئ. والله يا فندم، المره اللي فاتت يعني لما اخترت في الجمعيه التاسيسيه الاولانيه وبعض الاصدقاء زعلوا مني، قلت لهم يا اخوانا انا ضميري غير مرتاح ولن استطيع ان اكمل في جمعيه لا يوجد فيها مؤسسات الدوله، لا يوجد فيها الازهر، لا يوجد فيها الكنيسه، ولا يوجد فيها المحكمه الدستوريه، ولا يوجد فيها الخارجيه، يعني اقصد دي مؤسسات الدوله، مش معنى ان انت خدت اغلبيه في البرلمان يبقى انت البلد وقعت لك يعني شيك على بياض تعمل انت عايزه. فنفس الكلام النهارده في مجموعه، ان ما كانش الدستور اللي جاي ده افضل بمراحل، انا مش بتكلم على افضل شويه، افضل بمراحل من دستور 71 و54 و23 مجتمعين و54 طبعا طبعا لازم يكون المساءله واضحه، بس برضو الناس يعني برضو في الموضوع ده فن ودرس كتير جدا، انه ما توصلش المساله انك تعمل مساءله لدرجه انه يكون في عدم استقرار. يعني فعلا كده اللي هو تبص لنفسك عامل زي اليونان كل 3 اسابيع في انتخابات، لا طب ما انت مش هتوصل كده، في مهاره بقى. مثلا هدي حضرتك مثال ويا رب نستفيد من الكلام ده، تلاقي مثلا حضرتك فكره في الدستور الالماني اسمها طرح الثقه البناء، يعني نطرح الثقه بالحكومه اللي بترأسها الاستاذه لميس الحديدي، انما تستمر الحكومه لغايه ما زعيم المعارضه وليكن انا معتز، يعني معتز لازم يجيب موافقه 50% زائد واحد من الاعضاء قبل ما حكومه حضرتك تمشي، عشان ما يبقاش في فتره ما فيش فيها حكومه. حضرتك شوف كده اخواننا في لبنان طبعا اصدقائنا واحبائنا وكل حاجه، تلاقي فتره كده يعني 7-8 شهور ما فيش حكومه، لا مفيش حاجه اسمها كده عادي يعني. لا احنا لازم يكون عندنا في، فاحنا في دروس لازم نستفيدها من دول كتيره جدا جدا جدا، لو ما استفدناش لا خير فينا الا مستفيد منها، ولا خير فينا ان ما استوعبناش ان الثوره دي قامت علشان احوال المصريين تتحسن مش تسوء. طيب خلينا ندخل في السيناريوهات اللي في انتظار الاسماء، طبعا لسه تعلن خلال دقائق وهتكون معانا. طيب خلينا نشوف ماذا يحدث بس الأول في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء النور يا أستاذ الأمين. في أنباء عن تسريب عدد من بطاقات الاقتراع، ما صحة هذه الأنباء يا سيادة المستشار؟ حضرتك أنا لا أستطيع أن أنا أتحدث هذا الموضوع لأن أنا سمعت زي ما حضرتك ما قلت لي دلوقتي، وعدد من السادة الصحفيين اتصلوا بيا. انا يتعان علي ان انا خارج اللجنه دلوقتي فمش قادر ابص على البطاقه شكلها ايه، هي كانت يتعان علي ان انا ابص عليها الاول واشوفها علشان اعرف اذا كانت هذه فعلا احد بطاقاتنا التصميم الجديد اللي احنا مصممينه ولا لا. يعني حضرتك عرفت الخبر ده منين يا فندم؟ لان احنا برضو جالنا من عدد من الصحفيين. انا بعض الساده الصحفيين اللي بيتعاملوا معايا في اللجنه اتصلوا بيا وقالوا لي، وكانت والدتي بتشوف التلفزيون في برنامج انا فاتصلت بيا وقالت لي، فانا بحاول ادقق الخبر دلوقتي لكن للاسف انا مش في اللجنه دلوقتي، ما قداميش تلفزيون او ما عنديش وسيله اتاكد من صحه الخبر. طيب في شكاوى من الحريه والعداله بالذات ان هم يريدون كشوف الناخبين على سي دي او كشوف الناخبين عموما يا فندم، ماذا فعلتم في ذلك؟ اللجنه رفضت لان هذا يخالف القانون. هذا يخالف القانون. هل هناك تجمهر الآن أمام اللجنة؟ بالضبط حضرتك، يعتقد البعض أنه يستطيع ما لا يستطيع أن يأخذه بالقانون يستطيع أن يأخذه بالتظاهر وبالقوة. أنا أعتقد أن يضعن أن نجل القضاء عن هذا ولا يقوم أحد بمحاولة الضغط وإرهاب القضاء، لأن لن يرهبنا أحد، نحن ننفذ القانون. الحرية والعدالة السيد محمد مرسي رفع أكثر من دعوة للمطالبه بهذه الكتب، لم يحكم له في اي دعوه من هذه الدعاوى،
وبصفه شخصيه الفريق القانوني وهم ناس افاضل اتكلموا معايا، وانا شرحت لهم وجهه نظر اللجنه وايه المعوقات القانونيه اللي تعوق هذا. وللاسف فوجئنا النهارده بهذه المظاهرات وبهذا الصخب. انا لا اعتقد ان القانون هيبقى في تطبيقه بالضغط على الناس لو كان عليهم حق قانون. لا لا لا، هل هذه هي طريقه تطبيق القانون؟ هل نحن نعيش في دوله قانون ام نعيش في ماذا؟ هذا هو السؤال. يعني انا لا اعتقد ان يليق بنا كلنا ان نتعامل بمشهد انتخابي ديمقراطي بهذه الطريقه. غدا حضرتك اعتقد في مؤتمر صحفي ستعقده. بالضبط. السيناريوهات بقى يا فندم بعد يوم الخميس، قضيه تطبيق قانون العزل او عدم تطبيق قانون العزل، انتم مستعدين لايه؟ احنا مستعدين لحكم المحكمه الدستوريه، سينفذ حكم المحكمه الدستوريه ايا ما كان هذا الحكم. نحن سنمتثل ليه، لجنه ستمتثل، لان هذه المحكمه الدستوريه حكمها ملزم للكافه، واللجنه ستمتثل لهذا الحكم ايا ما كان، وحين يصدر الحكم ستنفذ اللجنه مقتضاه باذن الله رب العالمين. طيب اذا قضت اللجنه بتطبيق قانون العزل، يعني بتطبيقه يعني مثلا، ساعتها يخرج شفيق، ايه السيناريو يا فندم القانوني؟ حضرتك هناك عدد سيناريوهات اللجنه هي اللي هتنظرها، فتح الباب بالترشيح، الاعاده من اول من ال 12، وجود الدكتور محمد مرسي وحده، هناك العديد من السيناريوهات اللي موجوده يتقف على حكم المحكمة وما ستصدر المحكمة من أسبابها، وستتدارسه اللجنة كاملة. بس أكيد أنتوا عارفين يا فندم، يعني أكيد يعني في القانون واضح إذا خرج شفيق. هذه الحالة القول الفصل فيها للجنة الانتخابات الرئاسية على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا. إذا المحكمة الدستورية العليا وضعت الحل لإنفاذ مقتضى حكمها طبعا سينفذ، اما اذا كان الموضوع تركته المحكمه الدستوريه للجنه، اللجنه على حسب الحكم والاسباب الوارده فيه ستتدارسه وتضع السيناريو الذي القانون الذي يوافق الحكم اسبابا ومنطوقا. بس من السيناريوهات استفتاء مثلا على محمد مرسي؟ كلمه استفتاء نسبت لي خطا، انا لم اخذ، انا قلت في سيناريو من السيناريوهات المطروحه اذا كان مرشح لوحده انه القانون بيقول ان ياخد 50% من الاصوات، فالسؤال اللي اتسال 50% من الاصوات الصح ياخدها مع اي واحد هتبقى 100% من الاصوات صح. قلت له في هذه اللحظه هيتقال هل توافق على فلان او هل تتخذ فلان ام لا، كانه استفتاء لكنه ليس استفتاء، القانون بيقول عليه انتخاب. لكن يعني لازم ياخد ايه 50% من الاصوات الايه الصحيحه؟ صحيحه ايوه. وده احد السيناريوهات. هذا احد السيناريوهات اللي موجوده لكل على حسب مقتضى حكم المحكمه الدستوريه، سواء هذا السيناريو ضعيف جدا، هذا سيناريو محتمل، هذا سيناريو قوي، لا ليس في يدي انا او في يد احد اخر ان يتحدث خلاف المحكمه الدستوريه العليا ولجنه الانتخابات الرئاسيه. هي الأصح السيناريوهات الممكنة المتوقعة. خلونا برضو نوضح للناس يا فندم أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة قد تنحى عن هذه القضية، مظبوط؟ هو والسيد المستشار ماهر البحيري النائب الأول والرئيس القادم للمحكمة بإذن الله، وأنا شخصيا رئيس هيئة الفضيل لم أحضر هذه الجلسة ولم أطلع التقرير ولم أشارك فيه ولا أريد أن أشاهده إلا بعد الحكم. أشكرك سيادة المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، موقف شديد الصعوبة. هخرج فاصل وبعد الفاصل نعلق على هذا الكلام. تجمهر أمام اللجنة العليا للانتخابات، مستشار بجاتو قال قانونا لا تقدم اللجنة بيانا أو كشفا بالناخبين، ويبدو أن الحرية والعدالة مصممين بعدد من الطرق، بيحاولوا بعدد من الطرق الحصول على هذا الكشف. طبقا للمستشار بجاتو هذا غير قانوني. بعد الفاصل نواصل هذا الحوار.